معانا كابتن جهاد جريش الخبير التحكيمي. كابتن جهاد يا صباح الخيرات. النهارده اكيد طبعا في حالات تحكيميه احنا استعرضها مع حضرتك. في الدقيقه 12 تقريبا كان في هدف ملغي لفيوتشر، وكمان في مطالبه للزمالك بركله جزاء دقيقه تقريبا 25، والناحيه الثانيه فيوتشر كان ليه برضو مطالبه بركله جزاء. ولنا كده عايزين نستعرض بقى ايه الحالات اللي عند حضرتك كابتن جهاد. رجاء، اولا مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينك، وبقول لكريم رمزي كل سنه وهو طيب وان شاء الله دايما كده بخير وبسلام. عنده 36 سنه دلوقتي. الحمد لله. هنتكلم عن حالات النهارده. احنا اولا لازم احيي طارق مجدي النهارده مرتين. المره الاولانيه لما رفض اداره مباراه بيراميدز والاسماعيلي، لانه المباراه اللي قبلها على طول كان بيحكم بالاسماعيلي والداخليه، ولما في خطا حصل في تعيينه في مباراه بيراميدز والاسماعيلي هو الراجل اعتذر، لان ده حكم بيحترم نفسه وبيحترم شغله، وبالتالي لما في خطا يحصل في تعيين انا كحكم بحافظ على اسمي وبحافظ على نفسي، واقول لا يا جماعه انا كنت بحكم الاسماعيلي والداخليه اخر ماتش ليا، وبالتالي مش هحكم بيراميدز والاسماعيلي. وبالتالي لجنة الحكام هتحط في ماتش كبير ماتش. طب انا اسف في المقاطعة، يعني ما ده يدينا برضه علامات استفهام ازاي كمنظومة ازاي نحط الحكم في ماتشين متتاليين للاسماعيلي. لا، الخطأ ده اتكرر مع اكثر من حكم، مش حكم واحد، اللي معايا الاحصائيات كلها والحكام في ماتشات، في ماتش حكم لعب 3 ماتشات منهم ماتشين لفرقه واحده، في حكم لعب ماتشين لفرقه واحده برضو نفس الماتشين. فبتتكلم ان في اخطاء مكرره من هذا القبيل اكثر من حكم. لكن ما حدش فيهم اتصرف تصرف طارق مجدي. لما طارق مجدي تصرف تصرف صح لازم نشيد بيه ونشيد تصرفه، لان كل حكم لازم يحافظ على اسمه ولازم يحافظ على نفسه. ما تكررش الفريق بسرعه وبعد ماتش او ماتشين، لان ده بيعرضك لضغوط انت في غنى عنها، انت عايز تنزل الملعب تنجح. وبالتالي طارق مجدي لما عمل ده النهارده نزل الملعب، وهنشوف هنتكلم بقى على الحاله التحكيميه ونشوف طارق مجدي عمل النهارده، لان الراجل مركز زي ما ركز في قراره قبل المباراه ان هو يعتذر عن المباراه ما يكررش فيها مع ماتش الاسماعيلي مرتين ورا بعض. فالنهارده كان مركز في ماتش مودرن فيوتشر والزمالك، وهنتفرج على الحالات ونحللها استاذ رجاء مع بعض. طيب، اول حاله معانا هدف ملغي لفيوتشر في الدقيقه 12. تمام، هنشوف مع بعض كده الحاله. زي ما احنا شايفين عاطف النهارده كان منفرد، واعتقد ان هو يعني هنتكلم طبعا على مستوى عاطف في مهاجم طبعا نادي فيوتشر النهارده، بس على اي حال هو ده كان اتحسبت اوفسايد. المساعد الاول محمد محمود لطفي كان واقف في مكان صحيح في تمركز صحيح، سمح باستمرار اللعب، خد القرار واخد القرار مع نفسه ان في تسلل، سمح باستمرار اللعب. ده تعليمات مع وجود الفي ار بتسمح باستمرار اللعب مع في الحاجات اللي طايت اللي هي الدقيقه دي. وبعد ما اللعب خلصت رفع الرايه بالتسلل، وهنا بقى نستنى حكم الفار يراجع القرار. حكم الفار راجع القرار ولقى ان فعلا يعني لاعب المودرن فيوتشر متقدم بجزء من جسمه وترسمت الخطوط بصوره صحيحه، وبالتالي بنتكلم على الغاء، كان الغاء صحيح. تمام. وتسلل المساعد الاول تسلل صحيح، والميزه فيه ان هو اتخذ في ارض الملعب، وده مهم جدا للحكام ناخد قرار في الملعب، والحكم الفار بيراجع معاك ويأكد على قرارك او يغير القرار اذا كنت مخطئ في قرارك، ولكن القرار هنا قرار صحيح من المساعد وصحيح من حكم الفار، والغاء الهدف كان الغاء صحيح. عظيم جدا. حاله ثانيه اللي معانا للزمالك كان في مطالبه بركله جزاء. تمام، هي بتتعرض اهي معانا. هو اعتقد دي اللي كان فيه مطالبه بالظبط كده، ان هي كانت يعني نادي الزمالك بتقول ان هو هان الزمالك طالبه بركله جزاء بالظبط، وطارق مجدي بيحتسب ركله ركنيه، هو موجود في مكان ممتاز وشايف كويس. الكره اصطدمت ببطن اللاعب، حتى لو جت في ايده اللي هي الايد الشمال. لسه كنت عايز اسالك، حتى لو كانت جت في ايده، حتى لو جت في ايده اللي هي الايد الشمال دي، الايد دي جوه الجسم مش مكبره الجسم، وبالتالي لا يعاقب عليها اللاعب، لكن هي ما جتش في ايده، هي جت في بطنه. فبرضه حتى لو جت في ايد، الايد دي مش مكبره الجسم، وبالتالي استمر اللعب. كان قرار صحيح من طارق مجدي واحتساب ركله ركنيه ومراجعه صحيحه من حكم الفي ار، ما فيش اي خطا في اللقطه دي على لاعب مودرن فيوتشر. يعني تاني حاجه 10 من 10. طيب، في الدقيقه 26 بعديها بدقيقه مباشره في مطالبه بقى لفيوتشر بركله جزاء، هنشوفها مع بعض اهو. كان شبه انفراد، واعتقد ده روقه تقريبا اللي طلع، لا ده
اللاعب التونسي هو اللي طلع الكوره، مسلوسي. المسلوسي هو. بص، هو المعيار بالنسبه لنا لعب الكوره، مين اللي وصل الكوره ولعب الكوره، اللي وصل الكوره ولعب الكوره هو المدافع، وبالتالي بس احنا في الاحتكاك معلش اللي يا حصل ده كابتن كله، جهاد. الاحتكاك اللي حصل ده كله. ايوه اتفضل. بص بص بص، ايد المسلوسي ورا ده صفقه على فكره. الشده دي تعتبر ايه؟ لا، الشده دي انا شديته وسبت، ده بص 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 مفيش خطا. لا، شديته وسبت، مفيش خطا، اللعب مستمر، انا ممكن امسك وده يمسك، شد بعض، مفيش مشكله خالص، هو استمر اللعب بص غير كده. التيشيرت انا كابتن شايفها جهاد. نمشيها عادي خالص، اه نمشيها عادي، بلاش البطيء، نمشيها. هو مسك وساب، واللعب اللعبه كملت، اها وبالتالي مفيش خطا، انا مش حاسب على خطا اللي كده، مش الراجل سابه، مفيش مشكله، مفيش خطا، وبالتالي استمر اللعب، اها وبعد كده وصل الكرة بصوره صحيحه، وبالتالي الحكم احتسب ركله ركنيه، وكان قرار صحيح طب ان اللعب الكرة. امتى تحتسب ديا يعني خطأ يعاقب عليه القانون في ال إذا وقفوا، اها يعني إذا وقفوا اللاعب وشد الشدة البسيطة دي وساب، إذا وقف فيها المهاجم اه ووقعوا، أو وقفوا ما استمرش اللعب، ويعاقب عليها. اه اوكي لكن هو المسكة الخفيفة دي وسيبها، ما لا تمام يعاقب عليها، واستمر اللعب، كان قرار صحيح من تمام طارق مجدي، وركلة ركنية ده قرار صحيح في اللعبة دي. عظيم جدا. نروح لركله بقى الجزاء المحتسبه لنادي الزمالك، بدا بيسجل منها زيزو الهدف الاول نادي الزمالك. انا هنا عايز، انا على الصعيد الشخصي يعني انا عايز اسال سؤال، بس خلينا بس نشوف اللعبه الاول. ايوه هنا بقى في الفار لما يعيد اللقطه دي، بص رجلين المدافع في ما بين رجلين المهاجم، بص اهي، بص ما بين رجلين المهاجم، ما حصلش اعتراض ما بين رجلين المدافع ورجلين المهاجم، يعني هو فقط كان ما بين الرجلين. طيب ولو جبناها من الزاوية التانية اعتقد حبان اكتر. طيب هنتكلم بقى عن اللقطة انا عايز التحكيمية. اعرف قانونا ايه. اه هو اولا الرجل تحت مفيش خطأ نهائي، اوكي يعني الرجل مودر، اللاعب مودرن فيوتشر، الناس كلها راحت الرجل بص على الرجل تحت، الرجل اللي بين الرجلين دي مفيش فيها خطأ نهائي، مش دي ركلة الجزاء. التفاصيل اللي انا هكلمك عليها دي هي التفاصيل اللي الحكم حسب عليها، واللي حكم الفار راجع عليها. تمام الركبه اليمين للاعب رقم 27 لمودرن فيوتشر هي اللي راحت الركبه اليمين، ليه راحت لخلف الركبه الشمال للمسلوس، هي دي اللي عملت الاعاقه. كل ده مفيش حاجه، كل ده مفيش حاجه. هتلاقي بقى جزيرة الانصدام اللي حصل او الاهمال اللي حصل من الركبه اليمين للاعب مودرن فيوتشر للركبه اليمين، ايوه هي دي، هي دي الاعاقه اللي حصلت، هي دي اللي عملت الاعاقه، هي دي الاهمال اللي حصل من مدافع مودرن فيوتشر، وبالتالي من تحت مفيش حاجه نهائي، يعني كل اوكي الناس عينيها راحت لتحت، لكن بالظبط. التفاصيل للقطه التحكيميه لما تبص لها هي دي الاعاقه اللي حصلت، الركبه اليمين لظهر لخلف الركبه بتاع سيف الجزيري، هي دي الاعاقه، وهي ده الخطا اللي حصل، هو ده اللي وقعه، هو ده اللي عمل الاعاقه من الاهمال من لاعب فيوتشر. بالتالي بنتكلم من التفاصيل دي، لو مش عند الحكم مش هيحتسب ركله جزاء. طب الحكم حتى لو احتسبها بان هو احساسه ما ركله جزاء، اللي حكم الفار واجب عليه لما بيراجع بيبص لكل التفاصيل. كل الناس راحت عينيها للرجل تحت، وكل الناس اللي راحت عينيها للرجل تحت بالظبط قالت ما فيش ركله جزاء نهائي، وفعلا انا اتفق معاهم مليون الميه، اها، تحت ما فيش اي اعاقه، ما فيش بس اي هي الركبه تلامس، في الركبه. هي الركبه دي اللي عملت الاعاقه، اه وبالتالي الركبه اللي فوق دي الركبه اليمين للاعب مودرن في خلف الركبه الشمال لسيف الجزيري، هي دي الاعاقه باهمال من مدافع مودرن في فيوتشر، وبالتالي ركله جزاء صحيحه، تم احتساب عن طريق طارق مجدي، ومراجعه صحيحه، بحيي حكم الفار عليها برضو كمان، ان يشوف التفاصيل دي ويقتنع بركله الجزاء، وما يجيش طارق مجدي يعمل بلبله للقرار، لان كان وارد جدا لو حكم فار ما شافش التفاصيل دي كان يستدعيه، صحيح ونعمل اسبوت كبير على لعبه، ولعبه صحيحه، اها وبالتالي هو حكم الفار لما خد القرار واتفق مع الحكم هو خد قرار صحيح، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه تم احتسابها لنادي الزمالك. عظيم جدا يا كابتن جريشة. لما يكون في احد يعني حكامنا بالاداء بتاعه بيكون كويس في الارض ملعب قراراته بتبقى كويسه، عظيم جدا ان احنا نشير اليه ونقول شابو برافو عليك. فده طبعا حاجه لما يعني بتلاقي حاجه يا استاذ رجاء، لما بتلاقي حاجه كويسه استحاله تقول عليها وحش، يعني صحيح حاجه كويسه او حاجه، سواء اها حكم في الملعب او حكم الفار، لما حاجه ايجابيه هنقول عليها ايجابيه وشيء محترم جدا. انا بقول ده علشان احنا يعني الحكام احنا دائما يعني ما بنلقي كل المشاكل في كرة القدم من قدم التاريخ على الحكام يعني. فانا لا بقول احنا يعني لما بنلاقي حاجة كويسة يعني الحكام في قرارات استاذ اكيد بنشد رجائي، احنا ايديهم طبعا، حاجة بنحلل مهمة. بص يا استاذ رجائي، احنا بنحلل اللقطه التحكيميه، اللقطه اللي بتتكلم مش احنا اللي بنتكلم، احنا في الاخر قدامنا صوت او لقطه تحكيميه
هي اللي بتقول اللي موجود في اللقطه ايه، احنا مجرد ان احنا بنشير اللي موجود في اللقطه، الحكم يطلع على صواب بنقول صواب، الحكم مخطئ بنقول مخطئ، هو ده التحكيم. وده على فكره الحكم المفروض ما يزعلش لما يتم انتقاده، لان لما بيجيد هنقول عليه كويس في الاجاده بتاعته. وده دي عداله وانصاف. طيب في الدقيقه 47 في مراجعه بقى الهدف نادي الزمالك الثاني، خلينا نشوف اللعبه. تمام، احنا نشوف الهدف، هل هو في خطأ قبل الهدف؟ هل في تسلل في الهدف؟ فلازم نراجع الهدف بكامل مستوياته، لان ده اللي بيعمله حكم الفي ار، بيراجع اولا في خطأ قبل الهدف، مفيش خطأ قبل الهدف. انت قصدك على ابراهيم النضاي كان متسلل ولا لا؟ ما هو لاحظ بقى لعب مدافع الزمالك اللي لعب عبد الغني، لعب الكره الاول في اللحظه دي كان ابراهيم النضاي مش متسلل، وبالتالي لما تقدم كده والكره رجعت من جنش، المقياس في التسلل لحظه لمس زميله للكره اللي لعب الكره بالهيد. في لحظتها هو كان موجود في موقف سليم مش متسلل، وبالتالي هو لما احرز الهدف هو هدف صحيح، مفيش فيه اولا خطا قبل الهدف، مفيش خطا، ثانيا مفيش تسلل على اللي احرز الهدف، وبنتكلم ان هدف صحيح تم تسجيله لنادي الزمالك. عظيم جدا. اخر حاجه معانا قبل ما ننتقل لخبر، خبر صراحه انا بالنسبه لي خبر طريف جدا وما صدقتوش، اللي هو موضوع الكارت الاخضر. يا جماعه هنتكلم عن الكارت الاخضر مع كابتن جهاد جريشه. عندنا نعرف ان في حاجه اسمها كارت احمر وكارت اصفر، اما الكارت الاخضر ده ايه هنعرفه مع كابتن جهاد جريشه. بس قبل ده في هدف ملغي معانا، ودي اخر حلقه، اخر قصدي حاله معانا، الهدف الملغي لنادي الزمالك، اللعبه تتعاد. تمام، عند نفس المساعد على فكره محمد محمود في المساعد الاول المميز النهارده عند كرارين الغاء هدفين، هو برضه سمح باستمرار اللعب، وبعد كده تم احراز، بعد احراز الهدف الرايه طلعت، ده تبقى لتعليمات بروتوكول الفار. تمام، هو المتمركز التمركز ممتاز، في تقدم من سيف الجزيري بجزء من جسمه، حتى الخطوط لما ترسمت بصوره صحيحه. لما كانت الخطوط، تفتكر يا استاذ رجاء لما كانت الخطوط ترسم بصوره مش مظبوطه كنا بنقول بالظبط؟ طبعا النهارده لما الخطوط ترسمت بصوره صحيحه وتم استخدام فيرجن عالي لتقنيه الفار، وبالتالي بنشيد باللي حصل، حاجه كويسه والايجابيه بنشيد بيها، وبالتالي القرار في مجمله مساعد، قرار صحيح، مراجعة حكم الفار مراجعة صحيحة، وإلغاء هدف الزمالك اللي هو كان الهدف الثالث إلغاء صحيح. تمام. طيب دي كانت الحالات التحكيمية. عايزين بقى نروح للخبر اللي هو يعني أنا بالنسبة لي زي ما كنت بقول يعني خبر طريف جدا. إحنا نعرف في العقوبات الإدارية في الماتشات يعني في كارت أصفر وكارت أحمر، ده اللي إحنا اتربينا عليه وعشت عليه. أما حكاية الكارت الأخضر بقى ده إيه؟ إيه يا كابتن جريش حكاية الكارت الأخضر ده؟ بص، هو اجتماع المجلس التشريعي السنوي في اقتراحات، في اقتراحات بيتكلموا فيها، وفي اقتراحات عشان اي جديد في كره القدم او التحكيم بيحاولوا يتكلموا فيه. كان من ضمن الاقتراحات الاقتراح اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، ان هو زي كره الصلاه، ازاي ممكن نستبعد لاعب مده ويرجع تاني، مش كارت احمر يخرج ما يرجعش تاني، لا ده كارت الاخضر هو متاح من الحكم عشان استبعاد ده. بقول لها على فكره مقترحات، ولسه مش ما نعرفش التفاصيل اللي ممكن ده ممكن يطبق او لا يطبق. ده مقترح، وممكن ولو هيطبق هيوصل لنا برضو ازاي يتم تطبيقه، ومده الاستبعاد كان نازل كده ب 10 دقائق، نازل كده ب ربع ساعه، الكلام ده كله كلها اقتراحات، زي بالظبط الاقتراح بتاع التسلل اللي هو لو انت متغطي بجزء من جسمك اي المهاجم هيبقى يسمح باستمرار اللعب، ما فيش تسلل حتى لو جزء صغير من الجسم متغطي، يعني لو رجل متغطيه وجسمك كله تسلل ده عايزين يزودوا الاهداف ويزودوا ويسهلوا مهمه مساعد الحكم ويسهلوا مهمه الفار الموجود. ونفس الكلام هم بيتكلموا برضه في الاجتماع، اتكلموا على اقتراحات ثانيه ان احنا عايزين نزود سلطات وقدرات حكم الفي ار، يدخل في حاجات ثانيه، يعني في حاجات زي استئناف اللعب اللي كان اللي يمكن يتدخل فيها لو في خطا في استئناف اللعب، بيتكلموا عشان تحقيق العداله، حتى لو استئناف اللعب غلط يعني ما فهمتهاش يعني ايه خطا في استئناف يعني اللعب؟ يعني انت لو بتتكلم، هنتكلمك على جون حصل في مصر هنا، اللعبه بتاع امين عمر، الكره كانت متحركه، واللاعب لعب الكوره وتم احراز هدف للنادي الاهلي وتم الغاء الهدف. حكم الفار لا يمكن له ان يقدر يتدخل في حاله خطا في استئناف اللعب، يعني الكره متحركه، مش من حقك تقول الحكم ارجع الغي الهدف، ده الكره كانت متحركه، استئناف اللعب حكم الفار غير مسموح ليه طبقا لبروتوكول الفار يتدخل فيه. لا، هم بيقولوا احنا عايزين نحقق العداله، يعني لو في حتى خطا من في الحاجات دي، لو كورنا للركله الركنيه مثلا، مش ركله ركنيه، هي ركله مرمى والحكم احتسب ركله ركنيه، والركله الركنيه دي جت منها هدف،
لا يمكن لحكم الفار يتدخل فيها. لا هم بيتكلموا الحاجات اللي استئناف اللعب دي اللي احنا تحقيقا للعداله ما ينفعش اسجل هدف من ركله ركنيه اساسها ركله مرمى. فهم بيحاولوا يوصلوا للعداله ده هكبر الدور الفي ار وهنوصل ان ما بقاش فيه خطا واحد في المليون. انت بتتكلم دلوقتي في اخطاء موجوده، يعني ممكن ركله مرمى تحتسب والحكم يحتسبها خطا ركله ركنيه تترفع يجي منها جون تتلعب الركله الركنيه يجي منها هدف، استحاله حكم الفي ار يتدخل لان ده طريقه من طرق استئناف اللعب، وبالتالي حكم الفي ار طبقا لبروتوكول الفار ما بيتدخلش. هم اتكلموا في ده ان ممكن ندخل حكم الفي ار في حاجات موجوده حاليا في البروتوكول ان هو ما يتدخلش فيها علشان اقرار العداله. كل دي مقترحات تم مناقشتها لكن الى الان ما فيش حاجه فيهم تم اخذ قرار باعتمادها. احنا التعديل التسلل ده موجود السنه دي متطبق في دوريات ناشئين في بلاد كبرى بيعملوا تجربه الموضوع الجزء من الجسم لما يكون متغطي استمرار اللعب عشان سياده الاهداف وتسهيل مهمه الحكم المساعد وحكم الفي ار. يعني مش شرط زي ما احنا بنشوف جزء لا من ايده بره خط التسلل يبقى كده هتحتسب تسلل. الكلام ده مش هيبقى موجود. الايد بره ده بيتكلم عن جزء من الجسم اللي ممكن اللي ممكن يعاقب عليه اللاعب. فهو الحاجات دي كلها هم دلوقتي بيجربوها على ماتشات ناشئين في دول كبيره زي المانيا زي ايطاليا زي فرنسا بيتجرب فيها ده في ماتشات ناشئين عشان ياخدوا هل هناخد بالقرار ده ونطبقه الموسم الجديد ولا هنكنسله ومش هيحصل القرار ده معانا. فهم الكلام ده كلها مشاورات وكلها مناقشات وفي الاخر ما نعرفش في الاجتماع الجاي هيتم اقرار ايه عشان يطبق الموسم الجديد، ده اللي هنعرفه الفتره الجايه. انا على الصعيد الشخصي يعني كابتن جهاد انا منتظر موضوع الكارت الاخضر ده. الكارت الاخضر دي حاجه عظيمه جدا. لا هو اول حكم يستخدمه في مصر على فكره هيبقى معاه حدث. انت طبعا والسوشيال ميديا هتشتغل عليه بتاع 3 شهور طبعا. انا هفكرك بس احنا لما كنا اول ما اشتغلنا في الاتحاد الدولي بتقنيه الفي ار اول حكم لعب بيها في ماتش رسمي كان بالنسبه لنا حدث. طبعا بتفرج تقول لنا بتفرج ان اول مباراه تدار بتقنيه الفي ار وفي بطوله فيفا فده بالنسبه لنا حدث. برضه الحكم لو تم اقرار الكارت الاخضر الحكم اللي هيستخدمه اول استخدام ده هيبقى برضه بالنسبه له حدث. طبعا فده طبعا. خلينا ننتظر ونشوف القرارات توصل لايه لان دي كلها مناقشات والمناقشات ديت كلها ما خشتش مجال التنفيذ لكن هننتظر ونشوف ايه اللي ممكن يدخل وايه اللي في حيز التنفيذ وايه اللي مش ممكن يدخل الفتره اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم. اشكرك شكرا جزيلا.